أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس في المغرب اليوم غدا الأحد 12 نوفمبر 2023. سوف نقدم لكم آخر التوقعات والمستجدات إن شاء الله. فقبل البدء مشاهدينا الكرام، فإذا كنت تشاهدون لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات. بالنسبة لتوقعات يوم غد، فيتوقع أجواء غائمة على أقصى شمال المملكة وأجواء مستقرة باقي مناطق المملكة. إخواني الكرام، يوم الاثنين كذلك استمرار الأجواء الصافية إلى قلة سحب مع سيطرة المرتفع الجوي الأصولي بشكل قوي. يوم كذلك الثلاثاء والأربعاء سيطرة قوية للمرتفع الجوي القوي جدا إخواني الكرام، مع احتمال هناك بشائر خير خلال الأيام القادمة باقتراب جبهة ممطرة من المملكة كما سوف نريكم في هذا الفيديو. خلال يوم السبت وكذلك إن شاء الله وكذلك الأحد والاثنين اقتراب هذه الجبهة الممطرة من المملكة كما تشاهدون إخواني الكرام تقترب، فهناك بوادر خير إن شاء الله باحتمال عودة الاضطرابات ويبقى العلم لله. فهذه التوقعات ما زالت بعيدة المدى وقابلة للتغيير.